دكتور، انا عارفه ان انتوا هنا بتعملوا كل حاجه، تجميل وبشره وامراض السمنه. طبعا حضرتك دايما بتقول لنا كل المعلومات عنها، فانا هستغلك شويه، هقعد اسالك شويه اسئله يعني عشان ندي للمشاهدين اللي بيشوفونا كمان توعيه انه التجميل مش حاجه خطر ومش حاجه الناس تخاف منها. فاحنا دايما بيبقى معانا النجوم علشان البنات بيبقوا نفسهم يبقى شكلهم جميل يا مالي، بيبقوا فاكرين النجوم بيعملوا كل حاجه، بس هم حاجات بسيطه لو قدروا ان هم يحافظوا على ده هيبقى جسمها حلو، هيبقى بشرتها حلو، هيبقى شعرها حلو واسنانها وكل حاجه باهتمامهم مع الدكتور واهتمامهم بنفسهم كمان في البيت يعني. اكيد اكيد. كل واحده، بصي عايزه اقول كل في كل البنات حلوين، كل البنات حلوين رايوه كل البنات طعمين. بس عايزه اقول لك على حاجه، مثلا النهارده جايه قرر مثلا ان انا عشان ما بهتمش بشعري او في التصوير اعمل كورس بلازما لشعري. انا شايفه ان دي الحاجه اللي انا محتاجاها ومحتاجاها بجد، عشان انا بعمل شعري كل يوم في التصوير. لو انت محتاجه حاجه بجد، مش ان انت دي مجرد تحسين، دي حاجه زي فيتامين الدكتور كان حكى لي عليها، ان هي دي فيتامين للشعر مثلا، ان هو بيزود منه هتبقي احسن. ما دام حاجه ضروريه او حاجه ممكن تحسن اصلا من حاجه عندك، ليه ما نعملهاش؟ انا بقول الحاجه الضروريه، ودي الحاجه اللي انا محتاجاها زي ما قلت لك. لو في حاجه ضروريه لاي بنت اللي محتاجه ان هي تعملها ما دام هي مش مضره. انا كنت بقول لك من شويه انه في ناس كتير قوي بتسالني على الانستجرام، انت عملتي عمليات، انت ما اعرفش. انا فعلا 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 ما عملتش اي حاجه، ما عملتش غير سناني، والنهارده اهو هعمل شعري. بس اول ما افكر والله العظيم ان انا اعمل اي حاجه هقول لكم على طول، مش هتردد يعني. مش أيوة. لا فعلا انا محتاجه حاجه هعملها، لكن انا فعلا انا جبانه شويه. بس انا النهارده اتشجعت شويه عشان هي حاجه فعلا انا حاسه ان بس انت من ساعه ما ظهرتي يا انت يعني مفيش حاجه اتغيرت في ملامحك. يعني في ناس كتير بيطلعوا لهم صور قبل وبعد، لكن انت مناخيرك هي هي، خدودك هي، كل حاجه زي ما يعني ظهرت في البدايه. انا اكيد ما فيش حد ممكن ما تعرفيش، يمكن كمان سنين تعدي من الشغل والارهاق والحاجات دي، محتاجه مثلا ان انا اعمل حاجه من الحاجات ممكن تبقى مفيده ليا انا كمي. هي اهم حاجه ان انت تعملي حاجات ما تضركيش، ما تغيرش في 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 طبيعه شكلك اللي يعني حاجه. يعني في ناس ساعات بشوفهم يا دكتور بحس ان هم اوفر. كلامك سليم، هي البساطه اصل الجمال، مش ان انت تعملي حاجات اوفر تغير في شكلك وفي الكاركتر. الجمال البساطه مع التاتش الجميل اللي هو يحافظ على الكاريزما بتاعتك في شكلك في ملامحك، ويدي نضاره، يدي مرونه، يحميكي من التعرض للعوامل البيئيه، سواء الاجهاد، سواء الاضاءه، سواء الميك اب. احنا بنحاول نحافظ على المستوى ده من الجمال.